السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله والله سريع الحساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.